السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة أربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجع الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة أنا هشرح موقع تعدين جديد. الموقع الميزة فيه إن هو بيدعم بنك باير وبيدعم معاك محفظة البيتكوين ومحفظة الإثيريوم. التسجيل في الموقع سهل، أنت أول ما بتفتح التسجيل بيفتح معاك الميل، بتحط الميل بتاعك، بيبعت لك على الميل بعد كده الباسورد بتاعك، بيبعت لك ده الاكتيفيشن كود، بيقول لك الاكتيفيشن كود بتحط اول حاجة ده تمام، وبعد كده بيديك بعد ما يفتح معاك بيديك باسورد مؤقت بتحطه في الخانة اللي فوق والخانة، وبيحط لك خانتين تحت تحط فيهم الباسورد الجديد بتاعك انت. بعد ما بتفعل وتخش بعد ما بتفعل وتخش بتدخل الباسورد الجديد بتاعك، بتحط المحفظة بتاعتك بتاع البيتكوين ومحفظة الإثيريوم. الموقع فيه بيديك 100 جيجا هاش مجانا للتعدين، وفي ميزات تانية ان انت ممكن تاخد بونص من هنا، بتخش على جيت بونص بتعمل شير للينك بتاعك، وبعد ما بتعمل شير مثلا عملت له انت ايه بوست على الفيسبوك، تعال نعمل كده مثلا بوست مع بعض. اول حاجة اخش ياخد رابط الحالة بتاعي من كلمة بارتنر، ادي رابط الإحالة بتاعي كوبي تمام، اخش مثلا على الفيسبوك تمام، بس لا هو شرط ان يكون في البابليك، يعني ما تعملش اي شير هتعمله اعمله في البابليك بتاعك عندك على الصفحة بتاعتك، ما تعملوش على جروب. هنيجي هنا كده نحط اللينك، نكتب هنا من فوق مثلا موقع تعليم مجاني، واعمل شير للينك واجي كده من هنا كليك يمين على الوقت، او ممكن ادوس على المكان ده نفسه واخد اللينك من فوق كوبي وارجع تاني للصفحة بتاعتي، اخش هنا على جيت بونص احط اللينك بتاعي هنا اهو، واختار النوع اللي انا بناه وعملت الشير. يعني هنا هنيجي هنا مثلا بونص والريبوست انتري اون فيسبوك اور في كي تمام، وعندك انواع كتير، يعني انت ممكن تعمل فيديو ممكن تعمل شير على التليجرام كذا حاجة تمام. نقول ريكويست الموقع يا جماعة مضمون الربح المجاني، انا ما انصحش حد انه يستثمر فيه، اشترك واستخدم البونص واسحب منه، غير كده انا ما بنصحش حد. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك دوس لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.